المحبة والهنا صور احتدام العزم عند الباس. ما زلنا في غرب مدينة طرابلس في جنزور بمنارة والزاوية ومسجد الجاي دعمورة. فبالإضافة إلى ما تعرفنا عليه من المنارة في الحلقة الماضية، ها نحن اليوم نجدد الزيارة. أما ذلك الباب الصغير فهي ما تسمى بالمطهرة، وهي التي كان يغتسل بها من يقطن المنارة، حيث يأتيها الماء من بئر المنارة القديم. فالمنارة عند الدخول لمطلع الدرج المؤدي إلى الأعلى نشاهد غرفتين، الأولى هي غرفة شيخ المنارة، أما الثانية فهي مكتبة خاصة بالمنارة. كما أن هناك هنا غرفة صغيرة خاصة بالاستحمام، اللي هي تسمى بالمطهرة عند العامية في ذلك الوقت، أو حتى على العربية صحيح حتى بالمطهرة أو الدوش نقولها توا احنا باللهجة الموجودة الدوش. كمان مرافق المنارة بها بئر قديم وما زال على حالته الطبيعية، وبها ميضات على النمط الأول، وبها أروقة وبها مخازن خاصة بالمؤن. نطلع على مطلع السطح لكي نريكم الحجرات الخاصة بالشيخ، شيخ المنارة. زي ما قلنا خرجنا من المطلع متاع السطح لكي نريكم الغرفتين الموجودات في السطح، التي كان أحدها تستغل من قبل الشيخ أو مدير المنارة أو شيخ المنارة. قبل كان الشيخ، ما فيش مدير، شيخ المنارة. كما بجوارها غرفة أخرى تستخدم فيها كمكتبة للمصاحف ولا لكتب السنة ولكتب الحديث ولكتب كما أن المنارة الحقيقة تتكون فيها 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 نقولوا إحنا صمعة باللغة العامية، وهي منارة تعتبر منارة. والآن هنا الآن الصيانة مستمرة وبارك الله فيهم الشباب. وبعد الإهمال الذي طال منارة الجاي دعمورة منذ سنوات وتقاعس الجهات المختصة عن صيانتها، قرر شباب منطقة جنزور أن يقوموا بصيانة مبنى المنارة بأنفسهم. ومن باب الدعم لمجهوداتهم المبذولة، قامت قناة التناصح بزيارة المنارة مرة أخرى، ولكن بعد إنهاء الصيانة. فكانت المنارة كما صورت عدساتنا بأبهى حلة، فها هي مأدنتها بعد الصيانة وقد اكتست بالحلة البيضاء ليرتفع فيها الأذان من جديد. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر. وها هو صحنها يبدو حديث البناء، وكأننا عدنا بالزمن إلى ما قبل قرنين، حيث كانت هذه البيوت التي تقطنها القطط اليوم سكنا داخليا لطلاب العلم. الممر الذي يدخلنا إلى صحن المنارة يحمل في تفاصيله مشهدا يحمل سحر الماضي في طياته، وتلك الأبواب الخضراء التي بقيت صامدة طوال دهور لتلامس عبق التاريخ في تفاصيلها اليوم. بالنسبة للوح
عندما يكتب الطالب القرآن في اللوح وبيصحح على 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 الشيخ، يعني هذه المراحل كلها بتخليه يرسخ اسمه في ذهنه، ولما يحفظ الصورة أو الجزء لا يمكن أن تضيع منه ولا تسرح منه. ولهذا طبعا الزاوية هذه كانت تدرس باللوح لأن كما تعرفها، وعندنا الممحات هي في قدام الزاوية، وكانت اسمها في شقين، يعني كانت فيه الدراسة الدينية والدراسة القرآنية. الدراسة الدينية طبعا هذا فيه فقه وعبادات وسيرة. الشيخ اسمه يعطي في الدرس هنا في البيت، هو البيت اللي كتبه موجود هو. وأما القرآن كان يدرس فيه الأروقة هذه المشايخ. هذه أحد الحجرات اللي هي المعروفة بالخلوة الحقيقة، اللي كان فيها يعني الطالب يتريح فيها وينام فيها ويرقد فيها، لأن الطالب بعد ما ينتهي من قراءة القرآن أمام الشيخ يلجأ إلى خلوته ويقرأ ويراجع، لأن القرآن ديما يبي التلاوة. القرآن طبعا غالب مش مغلوب، ديما يبي التلاوة، فتلقاه الطالب ديما متفرغ يعني منقطع على الدنيا، وما عادش يفكر في شيء إلا في حفظ القرآن الكريم واستيعاب الدروس التي تعطى له من قبل المشايخ الفضلاء. الحقيقة كانوا فيها ما يعني مشايخ يعني ينظر له بالبنان، يعني مشايخ زي الشيخ أحمد الرجب بن موسى، هو كفيف ولكن رجل فاضل كان يعطي في الدروس. والأروقة هذه كلها معبأة بالناس تسمع فيه في رمضان وتفهم منها طريقة العبادات، لأن كان التعليم الديني قليل جدا الحقيقة يعني، ولكن بفضل العلماء والمخلصين في هذه البلاد وبفضل هذه دور هذه الزوايا اللي من ضمنها زاوية عمورة أو القايد عمورة، زاوية قايد العمورة، يعني الحقيقة كان لها الفضل الكثير في تعليم كتاب الله وفي تخريج الفقهاء والمشايخ الذين اعتروا المناصب والذين علموا الأبناء. وحتى الآن يعني والحمد لله الآن لو تنظر تلقى المستوى التعليم الديني أحسن من الأجيال التي كانت سابقة، لأن كانت الحياة فيها معاناة والناس كانت بدائية والناس كانت بسيطة، ما تجري على على العيش بأشق الطرق. ولكن الآن بفضل التقنية وبفضل الاكتشاف المعلومات أصبحت الحياة فيها نوع من السهولة، فيها نوع من اليسر يعني. وطبعا الخلوة هذه زي ما قلت لك فيها كتبة، فيها ملابسة. وها هو المصلى يعود كما كان عليه، وهذا المنبر الذي بقي كما هو عليه وكأنه صنع بالأمس، وقد اصطف الناس حوله مئات المرات يستمعون ذكر ربهم. أما عن الكتاب فهو كما هو، ذلك المكان الذي يضج بتلاوة آيات القرآن، فما زال يدرس فيه القرآن حتى الآن. وها هو بئر المنارة لا ينقصه سوى الماء الذي قد جف منه منذ زمن. أما شجرة البرتقال التي انتصبت في منتصف الصحن والتي كانت تستعمل لصناعة العطر الخاص بالمنارة ورشه على المصلين، كل ذلك فعله سكان المنطقة للمنارة رغم وجود المسجد الجديد الذي بنوه أيضا بالجهد الذاتي. نحن الآن أمام المنارة والمسجد الجديد اللي قامت الأهالي صراحة وتنادت ببنائه، والحقيقة استمر بناءه لمدة 14 سنة لأنه هو بالمجهود الذاتي كبديل للمنارة القديمة التي لم تستوعب عدد المصلين. الأمر اللي حتم علينا كأهالي منطقة أن احنا نسعى لبناء هذه المنارة على الشكل على النمط، على حاولنا أن يكون النمط الهندسي كنمط المنارة القديمة، وهم كلهم في رسالة واحدة، هي تأدي قاعدة تأدي في دورها وهذه تأدي في دورها. المنارة هي طبعا استمرت 14 سنة باش احنا وفقنا ربي وافتتحناها في سنة 2014. وطبعا المنارة هذه الحقيقة حاولنا فيها أن احنا منشوهوش منظر المنارة القديمة، والمهندس الحقيقة بارك الله فيه حاول أنه هو يعطينا نمط مشابه للنمط السابق،
والبيت طبعا ما شاء الله اللي هو بيت الصلاة تقريبا 1250 متر مربع، يعني يرفع حوالي 4000 ولا 3000 مصلي يعني ما شاء الله. وكما أن طبعا البقعة اللي مبني فيها المسجد هي حبس من حبس عمورة اللي هو صاحب القايد، هذا زاوية القايد هذه هو صاحبها، وهذا الأراضي كلها تمشي حوالي 5 كيلومتر هيك كلها أراضي عمورة. وطبعا المنارة هذه تأدي في دورها، في الصبح فيها طلبة من المعهد العالي من معهد الخطابة يقروا في الفصول العليا، وفي في الفصول السفلى يقروا فيها الطلبة القرآنية. والحقيقة يعني العملية ماشية بعون الله، تبي غير شوية اعتناء من الأوقاف، الحقيقة نطالب الأوقاف بالاعتناء بالمشايخ القرآن، مشايخ القرآن المفروض يجلوا والمفروض يقدروهم، وهذا ما يكون خيرة البشر، لأن يكفي أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه يعني. لكن للأسف الأوقاف أنا منقول ما زال عندها شوية عدم اعتناء بمشايخ القرآن وبالأئمة وبالخطباء، نظرة نبو نظرة سليمة من الأوقاف لهذا الجانب، بحيث الحقيقة راهي شو معناها منارة؟ معناها هي تنور البشر، وخاصة المساجد، المساجد هذه يعني خشها إلا من آمن بالله، وهذه المفروض نصعد دورها. المساجد راهي تحل المشاكل فيها، المساجد تلتقي فيها الناس، الواسم يا جامع لين تجتمع فيها الناس، مش غير دورها غير الصلاة، تحفظ القرآن، تحل المشاكل الاجتماعية، يعني حب الخير وحب الناس، يعني أي واحد يسقم يدعي له من خلال المسجد، في أمور راهي هذه ما زال احنا تنقصنا الأشياء هذه. كمان المنارة والمسجد حقيقة تحتوي على منارة طولها 43 متر فوق سمعة، يعني واحد بمعنى سمعة، وطبعا راهو لما يركب فيها واحد فوق يشوف بلد زنزور كلها بالكامل، يشوفها عن كتب يعني بشوارعها. زي ما قلت لك يعني الحقيقة المساجد ما زال تبي اهتمام وتركيز من الأوقاف. وفي النهاية طبعا نهني الشعب الليبي وجميع الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك الذي يجعله الله سبحانه وتعالى إن شاء الله شهر يمنى وبركة، وإن شاء الله ربي يرطب يقرب قلوبنا، وربي يجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. يا ليبيا نبع المحبة والهنا، صور احتدام العزم عند الباس. رمضان يا